بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل متابعاتي ومشاركاتي الغالية، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. إذا فيديو اليوم كما كنتم تشوفوا هو عبارة عن إعادة تدوير خياطة، يعني عدة أشياء في شيء واحد. إذا تحبوا الخياطة وتحبوا الاسترجاع ويعني هكذا عند العفايس، أرواحوا تلايموا عندي ليكم اليوم حاجة هينة. كما راكم تشوفوا عندي هنايا هادو القطع، هنا كم تشوفوا هادو صراحة مسترجعين. إذا اليوم رايحين نديرو سيكان هكذا دي ساك بقماش مسترجع. هذا القماش كما كتشوفوا تاع الدا هذا تاع اللي غلفوا به الارائك ولا لي فوتاي. هذا كنت جبته صراحه من عند واحد قريب لينا يخدم لي فوتاي. اول مره صراحه طلبت منه مد لي هادو الزوائد اللي شوت لي بقاو لهم. اذا هم ليك هنايا نستغلوهم نخدموا بهم اشياء، نغلفوا نديروا هكذا دي ساك، نديروا منهم دي بورتموني. شوفوا هذا القماش شحال شباب ينفع. هم ليك هنا قطعه منه، شوفوا كيفاش ينفع لعده اشياء. شوفوا شحال شباب، شوفوا كيفاش يجي منا على برا، شوفوا الشكل تاعو كيفاش يجي شباب. اذا هادو كامل قطع مسترجعه. اذا هنا واش راح نديرو، انا كنت هكذا عولت ندير منه قطع، كانت قطع عشوائيه فقط كما هذه هكذا، وانا سقمتهم على حساب الحجم هذاك تاع القطع تاعي. هذه الاولى هاي لك هنا، هذا يجيني ساك كبير، كانت قطعه شويه كبيره. واش درت، شوف كما تشوفوا قطعه هنايا هادو الاشياء كامل اللي نديرهم هنا. شوفوا كيفاش القطعه تاعي كيفاش جايه، الشكل تاعها شوفوا كيفاش الشكل تاعها. وانا كملت هكذا سقمتها برك هنايا، شوفوا كيفاش هنايا رايحه تكون هنا نفس الشكل. شوفوا كيفاش هنايا، شوفوا كيفاش جايه على الشكل هنايا، على اساس طالعه مثلث مي ما نكملوهاش مثلث. ومن بعد واش نديرو، حكمت هذيك القطعه هذيك وسقمتها بهذا الشكل. شوفوا كيفاش جاني. اذا اشكال نتوما ديروا تبدعوا كيما حبيتوا، انا مد لكم دائما الفكره والقياسات عشوائيه. ايضا هنايا شوفوا هنا الطول تاع الساك تاعنا هنايا 15، وهنا وين نغلقوا هنا وين نغلقوا 30. اذا واحد ال 15 ولا ايضا ولا 14 هكذا، ماهيش حاجه لي صعيبه. شوفوا كيفاش الشكل، ديروا نتوما تبدعوا. هذا الشكل الاول مثلا خدمت له ورده هنايا. كاين ايضا عندي لقيت قطعات هكذا بالاسود، حبيت نكاسي هكذا ويجيني. ومن بعد الساك تاعي هنايا فيه وريده بالاسود هنا. هذو ايضا هنا وين من بعد نعلق، وين هذوك وين نعلق الحزام تاعي. ايضا خدمت هذا، شوفوا كيفاش على حساب دائما نتاقلم مع حساب القطعه تاعي هذه اللي مسترجعه. شوفوا هنا كيفاش هذه دايره، شوفوا كيفاش هكذا ناحيه الزوائد منا والاطراف. شوفوا كيفاش جاني الساك تاعي، شوفوا كيفاش ومنا ديروا الشكل اللي حبيتو بقطعه واحده فقط، عفوا ديروا ساك ولا اروع. هنا عندي سكراتش، وعندي ايضا هنايا الورده ايضا درت هنا عندي هذا اللون غامق. شوفوا شحال شباب ينفع بزاف بزاف، يجي دي ساك شابين بزاف هكذا البنات العيد الاضحى والصيف. رايحه ندير كامل ندير هكذا وريده، وهذه ايضا هنا راح نديرها منا ومنا. من بعد نوريكم كيفاش نخيطوا باش نديروا الحزام تاعنا. عندي ايضا هذه هنايا شفتوني كنت خدمت بها، هذا يتباع الفرق للمتر هذا الخيط. اذا ينفع يجي حزام، رايحه نديروا الواحد منهم. وايضا عندي نتوما انا راني نخدم فقط بالاشياء اللي عندي. اللي دير مشروع مربح تشري الاشياء والالوان على حساب يعني الالوان مع بعضها. اذا هنا عندكم هنايا هنا درت هنا هذه بقات لي، هذه راح نديرها الواحد. وهنايا لا عندكم هكذا ماشي معليش، هنا يجي دوغي دوغي يجيني مع المارون. عندكم مارون ديروا مارون، ولا ديروا بنفس القماش اللي عندكم، ولا كان درتو سكاي. ولا انا هنا راني نوريكم فقط فكره، مجرد فكره، مانيش نبيع ولا فقط هكذا فكره نوريها لكم وبعد نديرهم لبناتي. هذا ايضا كنت شريته 9000 فيه 9 متر الفراك للمتر. هذا ايضا ان شاء الله ربي كتب لي راح ندير لكم به عده اشياء هكذا تاع التزيين واعاده التدوير، هايلين بزاف ينفعوا به. وايضا عندي هنايا الصغيور هنايا، هنا درت ثلاثه على حساب بناتي الله يبارك، من الكبيره الكبيره والمتوسطه والصغيره. ايضا شوفوا الشكل تاعو كيفاش جاني، جاني مربع دائما على حساب القطعه، وانا نبدع كيما حبيت القطعه تاعي. ون يعني نجي نديرها هكذا هنا منحنيه ولا مربعه. شوفوا كيفاش جا الشكل تاع القطعه في الاخير، شوفوا كيفاش يجي. نتوما ديروه شوفوا هنا مستطيله كامل، وهنايا شوفوا كيفاش رايح نثنوها هكذا على زوج ونديرو ونرجعو هنايا الامام. وعندي هنايا القطع هذو بالك ندير لها هنا هذا الحزام من نفس القطع. وعندي ايضا هنايا هذو قطعتهم ورود هكذا باش من بعد نشبح لها بهم في الاخير.
وعندي سكراج. اذا اول حاجه هنا لي ساك تاوعي هنايا رايحين نخيطوهم على برا سواء بيدينا ولا بالماشينه. اذا انا دوك نركب الخيط والبرا ونوريكم كيفاش اللي ما عندهاش ماشينه تقدر تخيطهم هكذا بيدها بواحد الغرزه هايله. كشغل رانا نديرو في السرفيلاج هكذا على برا. اذا نركب الخيط ونرجع لكم نشوفوا الغرزه تاعنا. هاي اللي ركبت البره تاعي درت الخشينه. اللي ما عندهاش ماشينه تقدر دير هاي هذو دير مشروع مربح بيدها فقط نهار تاع الصفره وطويل بزاف ديرهم بالسكاي تقدر تخيطهم بيدها ولا دير بهذا القماش هذا المسترجع هذا يتباع اذا ماهوش غالي بزاف ولا تروح تجيبو من عند هذو تاع الارائك والله يمدوكم عادي. هنا كما راكم تشوفوا هاي ليك هنا لعدكم خيط خشين ماذا بكم ديروا خيط خشين ولا يعني خيط تاع صوف ولا يكون نفس الخيط نفس اللون مع هذا. هنا انا هذا نديرو بالنوار بيسك هنايا عندي هذه الورده فيها النوار الوغ ندير هنا بالنوار. هنا راح ندير عادي بالبني. اذا بدايه واش راح ندير الغرزه تاعي شوفوا كيفاش واحد الغرزه هايله. انا صراحه هذه متعلمتها وحدي ملي بديت نخيط بيدي قلت لكم نخيط كلش بيدي حتى لي تخوصو تاع ولادي تاع يعني كي يزيدو هذوك البساطات والفرارش كامل دراويت المخايط. اذا هنايا شوفوا شوفوا تبعوا مليح هنايا ندير عادي شوفوا هنايا هكذا ندخل الخيط تاعي ومن بعد نجيب ندخلو هنايا شوفوا ندخلو هنايا هنا نرجع هكذا باش الخياطه ومن بعد ما تفتحليش تتمثل لي هنا ومن بعد هذه الزوائد هذه الزائده هذه نحيوها. شوفوا كيفاش ديروا شوفوا هنا كشغل ديروا دائره حكموا هكذا هكذا رجعوا هكذا وشوفوا كيفاش وهنايا ندخلوا هنا ديروا شوفوا خلوا واحده شويه هكذا يعني عينكم هي ميزانكم باش ما الخياطه ما تتفتحش. شوفوا هنايا هكذا وراح نديروا نفس القياس كامل تبقاو ديروا نفس الغرزه القياس نفسه شوفوا ونخرجوا دخلنا الابره تاعنا في الدائره تاع الخيط شوفوا كيفاش جينا هكذا كامل. شوفوا دوكا هنا ما تبانش حتى كي نديروا شحال من غرزه تبان. اذا هذاك شغل رانا سورفيلينا الحاله فعاود نديرو بالماشينه نديرو بيدينا. اذا نعاود جيبوا الخيط تاعكم هكذا ونديرو هنا شوفوا ابوبخي القياس ونديرو هكذا الابره تاعنا حاجه سهله وبسيطه ديروا عادي منها مشاريع مربحه. اذا شوفوا هنايا كيفاش تشوفوا في الغرزه كيفاش راهي بدات شوفوا كيفاش بدات تبان. من بعد دوكا ندير لكم بالاسود باش يبان لكم الاسود هكذا شوفوا هنايا نزيدوا واحد اخرى راح تجي حاجه يعني هايله بزاف بيديكم فقط بيديكم ما تضلوش يعني تخموا ولا شوفوا كيفاش تجينا الغرزه هكذا شوفوا. انا هنايا دوك انا نركب خيط اسود وراح نوريكم في قطعه تاع قماش واحد اخرى حنوريكم الغرزه باللون الاسود. درت بالاسود هكذا باش نوريكم تشوفوها مليح هكذا اللي يكون عندها الوقت طبعا وما عندهاش اطفال والتزامات دير هكذا بيدها وما عندهاش ماشينه. انا ومن بعد هادو راح نديرهم بالماشينه سرفي لهم بالماشينه باسكو ما عنديش الوقت وصراحه عندي اطفال صغار اللي غابنيني بزاف بزاف ما شاء الله ربي يحفظهم برك ويسترهم والله عياوني بزاف بزاف. هنايا شوفوا كيفاش قلت لكم بدايه دائما ندخلوا عادي هنا هكذا شوفوا كيفاش هكذا ونحكم الخيط تاعي هنايا نشوف ندير في الوسط باسكو انا ثنيته ثم من الافضل لا عندكم ديروا كيما هكذا سينو ديروا خيط خشين هكذا باش كي ديروا الغرزه تبان هكذا ويجي الساك تاعنا شباب بزاف. شوفوا كيفاش اولا ركبنا عادي ودخلنا هكذا باش ما تفتحناش خياطه شوفوا كيفاش دائما شوفوا كيفاش نديروا هكذا هذيك الدوايره ومن بعد نبداو الغرزه تاعنا هكذا وندخلوها ندخلوها هنا ها هكذا ونجبدو عادي شوفوا كيفاش هنا هذه ومن بعد تاع الخياطه نحيها هكذا نزيدو نكملو نفس الشيء هنا نفس دائما راكم تشوفوا هنا نفس القياس هكذا باش يجونا كامل كيف كيف مسقمين هكذا هكذا ونديرو شوفوا كيفاش الغرزه تجينا. رايحه نزيد نكمل معاكم هكذا باسكو كاين بزاف بنات اللي ما يعرفوش مبتدئات. انا والله اعوذ بالله من كلمه انا ما تعلمتش كامل الخياطه والله وحدي هذا الغرزه ميم با والله ما نعرفش واش اسمها عندها اسم مي باسكو انا تعلمتها وحدي ما تعلمتها ما شفتها ما وراها لي واحد. شوفوا كيفاش تخرج لنا راكم تشوفوا هنا لازم انا راني نوريكم برك لازم هنا يكونوا كامل كيف كيف باش يجيكم الغرزه تاعكم تجيكم هكذا مطبوعه ويجيكم كامل يتشابهوا. هنا هذه حاجه سهله مهله شوفوا الساك ما فيهش بزاف يعني ماهوش حاجه كبيره يتعيكم 5 5 شوفوا شحال
نتوما خيطتوا ودرتوا حاجه لبنياتكم دوكا راهو جاي العيد ان شاء الله. عيد سعيد لكل ان شاء الله الامه الاسلاميه يا ربي، ويا رب ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء اللي لصق فينا ان شاء الله يا ربي. بعدوا علينا شوفوا كيفاش نفس الشيء، راكم راني نهدر وراني نوري لكم، شوفوا كيفاش هكذا نفس الشيء هكذا اونديغي ماشينا هكذا وندخلوا. شوفوا دائما لا بوزيسيون كيفاش ديروا، تحكموا البلاء تاعكم هكذا ديروا هكذا اوب وديروا هكذا، لازم نفس القياس دائما الغرزات باش يجوا كيف كيف هكذا يتشابهوا. شوفوا كيفاش تجي ولا اروع، شوفوا كيفاش من اللور كيفاش تجينا ومن القدام شوفوا كيفاش تجي. وجينا هنايا شغل الحاله هنايا هنا شغل درنا لها سورفيلا، شوفوا هكذا بزاف البنات اللي ما يعرفوهاش هذه من تاع الخياطه هكذا باش تسرفيلي الحاله. وايضا تقدري عفوا تقدروا ديروا بها عده اشياء هكذا، شوفوا تجي خياطه شابه هكذا تجي شغل عفسه ناتوريل. شوفوا الحاجه هكذا شوفوا كيفاش، شفتوا الغرزه تاعنا شوفوا شحال هايله. انا نكمل هنا نزيد نوري لكم هكذا نديروا هكذا ونفس القياس ونديروا. انا دائما تخلي في الخاتم هكذا اذا بكم نحو الخاتم تكونوا تخيطوا هكذا، شوفوا تجي غرزه شابه شوفوا ونديري بالماشينه هكذا حاجه سهله وبسيطه هكذا تخيطوا وانتم قاعدين. اذا انا وريت لكم فقط هنا الغرزه هذه اللي رايحه اللي ما عندهاش ماشينه تخيط هذا الساك بهذا الغرزه. شوفوا كيفاش المنظر تاعو، شوفوا كيفاش يخرج شباب بزاف، حاجه شابه وحاجه جديده انا ما شفتهاش صراحه. هذه فكره تاعي الحصريه على القناه تاعي هاي ليك هنايا. اذا انا وشنو حاجه سهله وبسيطه، اذا الخياطه اللي طولت عليكم على بالي مي باش نفهمكم، رايحه ندير حاجه سهله وبسيطه مانيش رايحه يعني رايحه نخيط. قلت لكم على برا عادي، على برا تبداو تخيطوا بهذه الغرزه، هذه الغرزه هاي ليك هنايا ديروا بها هكذا هنا هكذا وهنايا قبل تجيبوا هنا هذو تاعكم اللي رايحين نعلقوا فيهم الساك هايديك. انا كبرتهم شويه تقدروا نتوما ديرهم هكذا صغار، دخلوهم قبل هنايا هكذا تحكموهم بليزيبانغ المليح هكذا باش ما يواسيوكمش، وتحكموا تخيطوا بهذه الغرزه اللي درناها مع بعضنا هايديك كامل هنا منا ومنا وانتوما خلاص وانتوما فريتوها. تحبوا تزيدوا تكملوا ايضا منا هكذا باش يجي مطبوع الساك ايضا هنايا تزيدوا تشبحوا بنفس الغرزه هكذا. تحبوا تزيدوا ايضا ديروا هنا كامل هكذا هكذا باش يجي حاجه يعني شابه هكذا تجي كامل هذيك الغرزه كامل هنا هكذا. ديروا عادي الوريدات كيما حبيتوا، التزيين كيما حبيتوا، يبقى لنا سكراتش كي تكملوا نديروا السكراتش ونديروا الحزام تاعنا. كي تكملوا تخيطوا تحكموا تعقدوا عادي هنايا الخيط تاعكم منا ومنا. انا هذه الحاجه شغل حاجه ناتوريل حاجه شغل عفسه هكذا ما عرفتش انا كيفاش نسميها لي على هذيك لي رايحه نعقد هكذا. تحكموا تعقدوا الخيط تاعكم عادي وانتم راكم درتوا شوفوا ساك شباب بزاف، شوفوا ساك شباب بزاف. اذا هذه تاعها النوار شوفوا كيفاش حاجه سهله وبسيطه، هذه مجرد فكره ومشاركه. اذا انا نكمل على بالي طولت عليكم بزاف ان شاء الله برك تكونوا استفدتوا من الغرزه هذه اللي درناها اليوم كيف كيف، حاجه سهله وبسيطه شوفوا شابه بزاف. اذا رايحه نخيطهم كامل ورايحه نرجعوا نشوفوا الساك تاعنا بالقماش المسترجع جاهزين في المظهر النهائي تاعهم. انتظروني ان شاء الله.